الخبر عن الرئيس الأمريكي ودونالد ترامب يهاجم جوجل وتويتر وفيسبوك وبيتهمهم بحجب الأصوات المساندة لي. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات الإنترنت العملاقة جوجل وتويتر وفيسبوك بالتحيز ضده وحجب الأصوات المساندة لي وحذرهم من هذه الممارسات. ومن جانبها نفت جوجل هذه المزاعم تماما، حيث شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء اللي فات هجوم على كل هذه المواقع وقال لهم يجب أن تكونوا حذرين. هو قال لهم كده بالظبط في لأن هو بيتهمهم بالانحياز ضده. في تصريح أدلى به المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في ختام اجتماع مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة الفيفا، قال إن دونالد ترامب قال إن جوجل وتويتر وفيسبوك بيسيروا حقا بمنطقة مضطربة جدا ولازم إن هم ياخدوا بالهم من الموضوع ده. وعلى فكرة دونالد ترامب ما قالش غير الكلمتين دول وما قالش أي تصريحات ليها شرح مفصل أو أي ديتيلز خاصة بهذا الموضوع. عامة إحنا هنتابع وهنشوف يعني إن رئيس دولة يتهم مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الاتهام، الموضوع ما اعتقدش ان هو حاجة يعني بسيطة او يعني هيعدي كده مرور الكرام منها الى